أنا عايز إن يبصوا معايا في الورقة الأولى، أنا عملت إيه في الخمس ورقات دول؟ الفلاج مرسومة في جنيه، رسمة واحدة بس، والرسمة دي واحدة فلاج، بتحوله لا، يعني إيه اسم الفلاج أساسا؟ يا جماعة أي سنسيشن أنت بتحبه، سواء كان بص، بين، تمبريتشر، علشان يوصل للبرين علشان يوصل لازم يمر بثلاثة نيون، كام نيرف؟ ثلاثة، طبعا النيرف اللي بتكلم عليه نيرفات طويلة، يعني أنا النيرف الأولاني، في واحد هيكمل بعد في نقل الإشارة دي، يبقى ده النيرف التاني، وفي واحد هيكمل في النهاية يبقى هو النيرف التاني، عشان كده في التالت اسم قالوا أي سنسيشن هيدي بثلاثة أوردر نيون. كلمة أوردر معناها إيه؟ بالترتيب. ثلاث أعصاب. تبص بقى على الرسمة الأولى، بص بقى عندي رسمة واحد واحد. رسمت الفاينل كور العادي. الفاينل كور عملت كور داخل فيه، ففي الكور ده، الكور اللي داخل ده هو الأفرنس. أفرنس هو النيرف اللي ناقل الإحساس. في حاجة مهمة عارفة، تجديد العصاية هي دايرة سودا، تجديد دايرة سودا ولا لا؟ الدايرة السودا دي اسمها جانجليون، جانجليون زي ما احنا عارفين الاوتونوميك سنقول وايت جانجليون كونكشن وبنعمل بوتاسيوم او سبايك لما تيجي جانجليون يبقى اول حاجة جانجليون. طب يا دكتور الجانجليون دي اساسا موجودة فين؟ موجودة في مكان اسمه دورسال روت، فتكتبوا بقى عليه الجانجليون دي is present in the dorsal root. طب السؤال اللي الناس عايزة تسأله هو الدورسال روت ده أساسا موجود فين؟ موجود تكتبوا بقى surrounding the canyon، يبقى الدورسال روت حوالين الجانجليون. معايا ولا لا؟ الدورسال روت حوالين الجانجليون. جاي هو طيب عايزين نسأل سؤال، دلوقتي الجانجليون حواليها الدورسال روت، تيجي نسميها ايه؟ دورسال روت جانجليون. يبقى دايرة السودا يا جماعة بتتكلم هتكتبوا اسمها ايه؟ دورسال روت جانجليون. صح؟ دورسال روت جانجليون. قالوا طب ما نيجي نقص تصريحها بأول حرف من كل كلمة دي ار دي، ده بقى اللي انتوا عارفينه دورسال روت جانجليون. يبقى كأني عندي النيرف الأولاني اللي ناقل الأحساس الفيرست هو مين؟ الأفرنس، تمام؟ والدورسال روت جانجليون. حتى كتبت لكم بحث تحت الأفرنس كلمة فيرست، انتوا معايا؟ تكتبوا عليه فيرست اوردر نيورون، هو المحطة الأولى النيرف الأول. طب كيف والأفرز هو دي عملت حاجة زي رقم 8 بالعرض؟ بصوا على آخر الأفرز، الأفرز داخل في الدوربل وورد، رقم 8 دي هنسميها اللي يكون تايم نيرف. النيرف الأول اللي داخل هيتصل بنيرف تاني، طيب بنيرف طبعا السؤال هو فين السينات يا دكتور في الرسمه؟ انت ما وضحتوش ليه؟ علشان انا لو كملت الرسمه الرسمه هتكبر معايا تقلبه في الصفحه كده. انا جزأت الرسومات بطريقه الكرتون، يعني دي رسمه الاولى. طب ايه اللي هيحصل في الدور الاول؟ تيجي تحط لها رسمه تكبر الرسمه كأني بالضبط عملت زوم، عارفين كبرت؟ كبرت بالضبط الرسمة، يبقى الثانية هي رسمة الدورسال بور، كتبت لكم عنوان تحت لمنة أوف دورسال بور، يعني لمنة فراغ. الدورسال بور في الأناتومي عبارة عن مكان متقسم طبقات، طبعاً الطبقات دي ممكن تبقى طبقات دي بالعرض، أنا عملت كام طبقة؟
ست ورقمتهم مفروض واحد جاي ست. طبعا الترقيم باللغه الاصيله الرومانيه مش مهم، هو الست طبعا. طب يا دكتور احنا استفدنا ايه بالترقيم؟ لما الاسد داخل في الفرصه جوه عايز يعمل صينات مع نرس تاني، النرس التاني ده في اي طبقه في الدورتا الجول. بصوا بقى عملت لكم الثانيه والثالثه، عملت عليها قوه. بصوا عليها الطبقه الثانيه والثالثه هيدخل فيها انهي احتمال؟ لو في دي كتبتها. لو ترجعوا للنظري الراجل اللي اكتسب الطبقه الثانيه والثالثه سماها عائد، ودي اللي بتلاقي الطبقه ودايما بينفوز. الثانية والثالثة هي إيه؟ أنا ما حبيتش أقسمه عشان لا يتقسموا مع بعض، يتقسموا معايا معايا. رولاند، سمعتوا عنه؟ لا، سمعتوا عن رولاند ولا لا؟ رولاند ده كان بيكتبوا جنبه، فرنساوي، عالم فرنسي، بجد الكلام ده كلام مرافق، واحد فرنساوي اكتشف الطبقة الثانية والثالثة اللي بيدخل فيها الاسلوبين. ونرغب. وبعد ما اكتشفتها قال انا عايز احللها. عارفين لما تاخد حاجه معينه وتحطوها تحت الميكروسكوب، هو خد جزء من الطبقه دي كمان تعينة ميوب تعينة، وقال عايز اشوفها بتتكون من ايه. فلقى انها بتتكون من ماده شبه الزيت، بلا اسميها ايه؟ تلاقي نوت استناد كبر تلاقي نوتة. الكلمة دي معناها ايه بقى؟ سلة جلد او بلاد دي معناها جلد. يا جماعة ده الجلد بنذكره في البيت. الجلد ده هو الطرق ولا هو ليه؟ ده تامل ولا صوت؟ ده بين الجلدين. تلاقي نوتة هم باللغة اللاتينية الأزينة بيدلعوا أي حاجة. أي حاجة فيها أوتة يبقى أنا بدلعها. فورميولوجا. اي حاجه غير اقول لك ده تبيع شبه الجلد. وصف ادي ماده شبه الجلد، ماده في الجنين الثاني معروف على ايه؟ طب اللاتيني ناصر ثانية جيلاتينوس وبرولاندي اكيد قريتوها كتير. طب الثانية جيلاتينوس وبرولاندي اختصارها ايه بقى؟ اول حرف من كل كلمه اكس دي اور. طب انتوا فين اكتبوا اس دي اور؟ هتلاقوها كتير جدا في الكارتة وفي اي ورق ده اس دي اور طول الوقت مكتوب. دي الطبقه الثانيه والثالثه. طب بصوا على الورق، عملنا كورس تاني. طب لو دخل الاحساس بالطبقه الاولى والرابعه عملت كورس، الجزء ده بيستقبل انهي سنتيشن؟ فور ايه؟ طب يا دكتور هي ايه؟ يعني الاولى والرابعه اللي عليها فلوس دي، هل الواحد اكتسبها وسماها باسمه بالمراحل ده؟ محدش حط عليها اسم. بقت تم كده 1 and 2 دي اي فوق كام؟ يبقى دي الرسم رقم كام؟ 2 في متخيلين الرسم رقم كام؟ الاول احنا دخل فين؟ الدور ده اللي هو جبت الرسمه الثانيه كبرت الدوم ده الهور عشان اعرفك في ده كام طبقه؟ سته. لو دخل في الثانيه والثالثه بيستخدم مين؟ نو. طب في الاولى والرابعه فاص اقلبوا الرسمه الثالثه. هنكمل السنتيشن. كل رسمه فؤاد بيمشي بعدها. السنتيشن دخل في الدور ده الهور. في قاعده مهمه في اي احساس ربنا خلقه. وقبل ما اقول القاعده أنا يا جماعة لو لازم القلم بإيدي اليمين، يا ترى مركز الإجابة بتاعي إيه في الإيمان؟ أنتوا عارفين إن عيني إحساس بيعمل بروتين، بيعمل بروتين. يعني لو بدأ من اليمين يروح لأقل حتة في الكورتين الشمال شمال، يبقى عايزكم تكتبوا عنوان في الرسمة دي، عنوان محدش عارف سببه لغاية دلوقتي. بس دي قاعدة وفاكرة إن هي قاعدة في كل وقت معايا. Any sensation
لكن منين؟ مين اللي استقبلها؟ الكورتك الشمال. جماعة انا عندي البريد عندي متقسم نصين ولا لا؟ نص يمين ونص شمال. اي احساس شوت كروس دوك اقدر اي احساس يعني اي حاجه تكتبه سواء فايل او كروس. حوار السكشن النهارده على الكروس بعد العيد السكشن فيكمل على الفايل معين. يعني انا ليه بلاقي في البدايه بصفه عامه عايز اعرفك الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده جينا الجلسه ونقسم الاسبوع اللي بعد العيد الكلام عن الفايل في الفيسبوك معايا اللي هي الاكسبشن. لكن النهارده انا هتكلم على ايه؟ على الكروس. اذا جاي هو طيب بصوا على ده، عملت الفاينل كورس برضه، عملت الخط في النص شايفين ولا لا؟ الخط ده عملت ايه؟ قسمت الفاينل كورس او الفقره لنصين، نص يمين ونص شمال. هنا بقى السيشن دخل من مكان، اكتبوا المكان دخوله في ورا، شايفين الكورس بتاع السيشن؟ دخول السيشن مثلا من الرايت سايد مثلا في الجزء اليمين عدى ال 100 ولا لا؟ برافو عليك عدى ال 100 مين اللي عدى؟ الفيرست نيرف ولا السكند؟ السكند لانه عمل فاينانس. السكند عدى ال 100 مايل راح في انهي هورن الناحيه الثانيه؟ لاترال لاترال هورن. يبقى انا دخلت عديت للناحيه الثانيه. ركزوا بقى معايا في الاتجاه، عرفت ان اللاترال هورن سهم طالع لفوق صح؟ ايه المقصود بالسهم ده؟ بمنتهى البساطه اكتبوا على الفاينل سيجمنت اللي وصلتهم الرسم دي سبعه مثلا. هنعتبر ان الاحتياج دخل في دي رقم كام؟ سبعه. سرفايفل سيجمنت نمبر سبعه. دلوقتي انا عايز اوصل للبرين اه ولا لا؟ لازم اعمل ايه؟ هاتي على المين فوريا يا جماعه مين فوريا تبعك؟ 6 5 4 3 2 هعدي على كل الفاينل سيجمنت اه ولا لا؟ لغايه ما يخلص هعدي عليهم وفي الاخر اوصل للمكان ده. انا هداور على ده وربنا يستر انتوا اللي هتكونوا المكان اللي انا هداور عليه هو ايه ده؟ فانا عايزكم تكتبوا على الشهر اللي طالع فوق ده اللي هيحصل. ده شيء اثنين اثنين ده هيصعد اثنين ثرو ذا فاينل سيجمنت. ومتخيلين بدا بفقره معينه اطلع وكمل يلا اطلع ثرو ذا فاينل سيجمنت تيل ريتش ذا برين ده معايا ولا ده؟ يعني انا عمال انا لو الاحساس ده لفت في دي 6 5 ايا كان لازم يعدي على كل اللي فوقيها معايا لغايه ما يوصل للبرين ستيم. هو البرين ستيم كان بيتكون من كام جزء؟ اقلبوا الورق الرسمه اللي بعدها كام جزء؟ ثلاثه. نضلنا تحت فولت في النص وفي برين فوق ثلاث اجزاء يا جماعه السيشن معدي وطالع فيه. حاطين جوه المظله شبكه شايفينها ولا لا؟ جوه المظله المربع اللي تحت شبكه وكتبت جنب الشبكه فور مين اه ولا لا؟ عرفتوا تركزوا بقى معايا وسيبوا اللي انا هقوله اللي انا هقوله دلوقتي على فكره انا ما كتبتوش عشان انتوا لما تكتبوه دلوقتي ركزوا معايا. الريتيكولار فور مين سمعتوا عنه قبل كده ولا لا؟ يا جماعه يا سوري اه سمعتوا عنه ده عباره عن مجموعه من كلمات كده جروب اوف نيرف فايبر جروب اوف نيرف فايبر مجموعه اعصاب موجوده في البرين ستيم اعصاب صح يا لطفي. ايه اهم من كده؟ خدت الريتيكولار فورميشن اهميتين. هقول اهميه السنه دي وعلى السنه اللي قبل. اهميه سهله السنه دي
ايه الاعمال اللي انا سمعتوا عن حاجه اسمها ريبريدنج سيركت؟ اه ولا لا؟ هتعملوا تعملوا ريبريدنج اي شيء؟ هسالكم سؤال بطريقه اسهل. هو احنا بنصحى كام ساعه في اليوم؟ قال ده ستة ستة سبعة 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 سب
للريتيكولار فورميشن. تبقى الكورت اكتفوق والريتيكولار فورميشن تحت البريستم. ايه اللي حصل؟ الريتيكولار فورميشن اللي هو عليه بالعربي يوجد في مركز الصحراوي السنتر اوف ويك فولنس. السنتر اوف ويك فولنس المركز الرياضي اللي بيخليك مصحصح لما انت دلوقتي صحصح ليه؟ الريتيكولار فورميشن يا جماعه في فين؟ ميكر الفيس ميكر بتاعك زي ما خدنا زمان سهوله فيس ميكر للهارت وفيس ميكر للريسبيريشن في فيس ميكر للرياضه موجود فين؟ في الريتيكولار فورميشن. ده لما يشتغل يبعت سيجنال يشتغل والكورتكس يبعت يشتغل. يعني انا بشتغلك وانت بتشتغل يبقى العلاقه ما بيننا بوزيتيف فيد باك. العلاقه علاقه ايجابيه. انا شغالك وانت بتشتغلني عشان كده سموا العلاقه دي ريفربريتنج سيستم. ريفربريتنج على فكره معناها ايه؟ دايره مغلقه كلوزد سيستم دايره مغلقه. اشغلك وتشغلني. طب ايه علاقه الكلام ده بموضوع ده؟ سؤال. ايه علاقه ده بموضوع النهارده؟ بندرس الاحاديث الاقل اهميه اه ولا لا؟ اللي هي الكروب اللي بتنطقني البيت. فاكتبوا بقى الريتيكولار فورميشن البورتال ديورينج ذا بين سنسيشن. طب ليه يا دكتور؟ انت بتكون مش شغال طول الوقت ولا لا؟ اه. وهو اللي بيصحصح لك في الفتره بتاعك ايوه. ايه علاقته بفين؟ وايه علاقته بالدماغ؟ مهم ليه؟ انت دلوقتي حاسس بوجعك. صح؟ انت تعب النهارده من غير ما تحس بكبريت ايا كان حطيت عليها كريم مرهم ونسيت هدول اليوم. جيت تدخل دماغي حصل لك ايه؟ قدرت تسلم؟ لا. في معظم الاحوال ما بتقدرش. فتقول لنفسك ايه؟ انا مش قادر انام. هتقعد بره تصلي. تصحى مامتك او ولا اي حد معاك في البيت ويصحى ويسالك سؤال مهم. هو انت ليه يا فلان ما نمتش؟ تقول لها مش قادر انام من كتر الاحساس بالوجع. اه ولا لا؟ الحوار اللي بيدور ما بينكم حوار فيسيولوجي رائع. انت بتقول لها انا مش قادر انام من فين؟ عايز النهارده تقول لها ايه؟ اصل يا ماما بتديك وصلت الفكره وقفيت مع الفيك في المضاضه. طبعا هتسيبك قدام مش هتقول الكلام ده بس تبقى عارف ان الكلام اللي انت بتنطقه بتقول من غير ما تكلم. انا ليه صاحي وما نمتش؟ ريتيكولار فورميشن. تعالوا نقول حاجه فايده ثانيه في الريتيكولار فورميشن. فايده ثانيه لما بيكون عندك وجع في معدتك في نتيجه اي اكله مثلا شوكولاته فيها هموم تكسبير اي كده بتبقى عندك احساس انك عايز ترجع. طبعا اه ولا لا؟ يبقى لازم يحصل كده فوجي. طب يا دكتور ايه علاقه الفوجي بالريتيكولار فورميشن؟ اكتبوا كلمه واحده فوجي سنتر من ذا ريتيكولار فورميشن. يعني ايه فوجي سنتر؟
الملف اللي بيقول لك دلوقتي انت عندك شعور انك جاي ترجع موجود فين في الفيكول ده انت هتعرفه العظمه بقى اللي جايه من ربنا اللي جايه ده الفيكولار كونديشن دي سنتر بتاع السي بي اس. فاكرين يا جماعه السنه الاولى الدي ان اي خالص وصل سنتر؟ فاكرين صديق وحبيب سي اي بي مع بعض الليجري سنتر؟ دول يعرفوا الكلام ده الموضوع ده لما تحس بالوجع بيحصل ايه ضربات قلب يبيد ولا لا؟ بيحصل ايه في الاسبيراتوري ريت يبيد؟ طب الكلام ده ده ازاي؟ اصل فين وهو طالع؟ انت برنس مين؟ الريجولار كونيشن فجبتهم من الاخر طب يا دكتور لحظه بتاعتي الريجولار كونيشن ده ايه؟ ده كل سنتر كل المراكز ده انت لو عايز تبلع الورم في السنتر في المراكز الكلام ده هبقى بعدين لما ناخده سي اي تي من وجدتهم من السايت كل السنتر في البريزنت فين؟ مضاد معظمها تقريبا عشان كده ما تستغربش لما تيجي تقرا ورقه في الكتاب مع الفين في اوتونوميك السن لا يعني ايه اوتونوميك؟ اللي احنا قلناه بعد كده بصوا على الورقه الفين طلع عدى على الكل عدى على الكل من الحاجة وبعد كده راح للميد برين الميد برين اكتبوا ده المقيمة فيها الفين كنترول سيستم يعني فين كنترول؟ شوفوا بقى ربنا عمل ايه؟ خلى الفين يعدي او يطلع على الميد برين عشان الميد برين هتفرز مواد شبه المورفين فاكرينها ولا لا؟ بتاع الميوزيك ما معايا لو عشان خالص كل سنه يا جماعه ما انا هعمل كل فيلم بس انا كل اللي طالبه من يعني ايه الفكره في يا جماعه الفكره اي حاجه مضاده حتى لما اقول ما هي كده هتقول احس ان الناس مش عارفه وحتى لو سمع كانه ما سمعش بس هي الفكره على الاقل على الاقل راجل يقول بيقول ايه هما بقى اللي بيقول حاجه يا جماعه اسمها اندورفينز اورينتد يعني مواد دكتور ايه الفايده بتاعته لما الفيديو يطلع في المكان ده ربنا بيخليه سبب يعني ايه؟ يعني انا ليه ما بلاقيش ان دي فين؟ عشان تفرقني حاجه سبب المورفين طب يا دكتور من الاخر هو ايه هو المورفين ده؟ اشهر حقن بتتاخد بتقتل الوقت بتوقف الفين اشهر فين كده اشهر مسكن الوقت اسمه مورفين طب هو ربنا خلق مورفين طبيعي في مخنا معايا ولا لا؟ عشان كده الناس المورفين مشكلتهم فين؟ اعتمد على المورفين اللي بياخده من بره فلها تاثير المورفين اللي المخ بيصنعه فلو ما خدش المورفين الخارجي يحصلوا حاجه بمعنى حاجه اسمها اعراض التهاب يعني اعراض التهاب انا المدعم الماده المخدره اللي قدامي ما بقاش موجوده فانا مش قادر استحمل فهمتوا الفكرة؟ طيب تعالوا نكمل بقى. تبقى انتوليت السن اللي هو اخر رقم. لغاية الوقت سكند ولا لا؟ سكند اولترا نيوز نكمل. عدى لقمة الصدر وعدى كل الفقرات وراح البرين كان وطلع والكلب عايز اوصل سلام ركزوا بقى بعد التحليل كيف ده انا هقول شايفين كل الجنوب لانه مع بعض الزملاء اكتبوا عليه هو مدير الشركه يعني ايه يا دكتور مدير الشركه؟ اي شركه اي مرجع في الجزء المحترم يقول جمله صحه وبصراحه ما لهاش وصف ليه مهما تفكرت ليه وصف لو انت دخلت الشركه دلوقتي هتلاقي ان دي واحد ولا كذا مدير مدير الشؤون الماليه صح؟ القانونيه العلاقات العامه
كل الموظفين كذا مدير كذا هيئة صح؟ كل مدير فيه ليه سكرتيرة خاصة بيه هو لا عايزكم تكتبوا كل مدير هتحبوا تعرفوا ده الموضوع لا سكرتيرة خاصة اللي هو بالعربي المراجع كده ايه؟ وظف الطلبة الطلبة ان هو السكرتيري الله الله لما نيجي نبص على السكرتيري تنتهي بده ايه الجمال ده؟ سكرتيري يعني ايه سكرتيري؟ يعني بص الموضوع ده عرفته بموضوع انا في الكتب بتابع احساس ولا لا؟ كده معايا بتابع احساس انا مدير ايه؟ سن سيف يبقى على الكورس ده سن ريبورت اولا انا مدير انا مدير الاحساس انا اللي هستقبله في الاخر عشان يوصل لي الاحساس ده يعدي على السكرتيره بتاعتي مين السكرتيره في الخرم السؤال اللي الناس عايزه تساله طب هو الخرم ده اساسا عباره عن ايه في الاكاديمي جروب اوف نيوكليار لو انا في مكان مجموعه انويه نيوكليار كتير والهم نيوكليار كتير سكرتيريا كتير سكرتيريا من سنتر الكلام ده بجد لو انا في مكان انتري نيوكليار اوف ذا كارب انا بليز علاقه بالسنتري كنت طب لو انا عايز امشي واتحرك دي موضوع ولا لا؟ لما هتسمعوا في المحاضرات بتاخدوها دلوقتي هتسمعوا الدكاترة يقولوا موتور كورس هتكون على الحركة بس ماليش علاقة بالإحسان سعاد مين السكرتيرة بتاعتي؟ موتور نيوتن وكل سكرتيرة ولها إيه؟ سعاد ولا لا؟ عشان كده أنا عملت إيه بقى؟ طلعت الدهن من فوق وعملت الساينات شايفين ولا لا؟ الفاينانس اللي انا عليه هبتدي نرفع رقم كام؟ يبقى رقم ثلاثة بالفرق كده وبيقول يا جماعة تعالوا بقى نشوف خمس رسومات مرة واحدة هنقولها بسرعة ما تبقاش عندي اثنين أول رقم فاينل فور ده كان بسرعة دور طبيعي عدى على أنهي جنب دور طبيعي وده أنهي نرف؟ ولازم أستنى أصل الدور ده الهول كام طبقة؟ ستة الطبقة الثانية والثالثة يوجي رولاند سماها إيه؟ سانشن يلاتيونة ورولاند طب الأولى والرابعة؟ فضل الرسمة اللي في الثالثة الفيل اللي ده أو السنتين عمل كروس ذا أوبوزيت ستايل في اللاترال هول وطلع طلع عدى على مين؟ كل نجم الايبي كوين لغايه ما وصل البرين للسم الرسمه اللي بعدها المظله فيها سبب اسمها الريتيكولار مسؤول عن حاجتين مالكه الجيم الحيوان والرقبه زائد انها مسؤول عن البوميدي والهارد فيت اللي زائد الرسمه طب ايه فايده الجيم برين؟ يحصل من خلاله ايه؟ فين الجولد دول بيطلع نوايا سبب البروتين سبب الاخيره طلع من البرين ستيم لاي مين؟ طلب والطلب مكتوب في مليار سكرتير كتير لمديرين كتير موضوعهم النهارده سنتر يبقى سنتر النيوكليس دعا الى البروتين في اي صعوبه لغايه دلوقتي ذات اساس الفكر هنقول العملي في ربع ساعه هجيب حد من زمايلي تعالى يا كريم هجيب زمايلكم طبعا كل السكاشن اللي هتعمل في العمل عارفه ليه؟ دي فايده الولاد حد معايا يا بوس هقول لكم ليه بقى؟ اي ده كمان على الجعب طبعا عندنا في الجسم مشكله في التباريش في فرق يا جماعه بين الدبابيس العاديه وطبعا الدبوس ده الدبوس العادي عارفين بيبقى فيه معدن هنا من الكل ايه ده هو ايه ده
لا الفرق بين الفيرتيكال والكوميشن دايركت بيكون طيب بعد كده نجيب الاثنين. بصوا بقى يا جماعه ركزوا معايا. بصوا بقى هنعمل ايه؟ ادى بص اهو انا عايز اختبر النهارده في السيكشن جالي سنسيشن ثلاثه بين وطرد وتمبريتش. بصراحه هنختبر الاثنين بس. بصوا بقى اكتبوا لي قواعد السنسوري اكزامي. لو مش عايزين تكتبوا مش فارقه. الكلام ده انا محضره على باور بوينت بس للاسف ما عرفناش نعرضه. كده كده الباور بوينت النهارده هينزل على الفيديو وده باور بوينت كده كده جاي والورق جاي. دوركم تتفرجوا تركزوا. انتوا معايا؟ دوركم تركزوا. ركزوا بقى معايا. ادي يا جماعه هعمل ايه الاثنين؟ اول حاجه هعتبر ان اسلام مش طالب في ثلاثه. انسان عادي ممكن ما يكونش دكتور. فلازم اشرح له التست بالعربي. يعني ايه؟ هقول له كده بالظبط وده اللي هيتعمل في الامتحان. هزكك بدبوس. لما تحس بالسكه قول لي يا دكتور انت بتتكلم بجد ولا بتهرب؟ لا بتكلم بجد. الكلام ده هنعمله جوه الامتحان؟ ايوه. طب والدكتور شايف وموافق؟ ايوه. لان دي بروفه كان اللي واقف ده يا جماعه ده عيان. مش الناس بقى فاهمه معروفه غلط. هجيب زميلي واقول له بص اي ويل بيك يو ويز ذا بين اند افتر يو فيل بي ستيل. يا جماعه احنا مش فاهمين. هزقك بدبوس ولما تحس بالزكه قول صعبه. يبقى اول حاجه اشرح التست بالعربي صعبه. رقم اثنين. رقم اثنين دي بقى لو اتنست كاش هطلب من اسلام غمض عينيه. ليه غمض عينيه؟ تخيلوا لو زميلكم ما غمضش وجيت سكيته بالدبوس. شيء طبيعي هو عارف ان ده دبوس. اول ما تقول له حاسس حاسس. الناس في مصر متعوده على حاسس. اول ما تساله حاسس ولا لا يقول لك لازم اقول يمكن لو قلت لا تبقى بنا. ايوه هو النظام كده. يبقى من الاول مش هعمل كده. من الاول هخليه يخمص عينيه. لان ده اختبار سنسري ولا موتور؟ هتقولوا بقى ايه اللي هيحصل؟ بيحصل ايه في الامتحانات؟ انا واسلام زمان جت الدكتوره قالت لي اعمل تيست عليه. انا نزلت اقول له يغمض عينيه. هو ما غمضش ولا شغال عليه. الدكتور هتديلك زيرو صفر. ليه بقى؟ ايه اللي انت بتعمله؟ مش ده المفروض سنسوري؟ هل سنسوري؟ غمض عينيك. ما فيهاش سوري بتنهي العمل. يبقى يغمض عينيك. تالت حاجه الاسلام يعملها اسم بالانجليزي. يبقى بالتركيز شرحت له تيست بالعربي. تاني حاجه قلت له غمض عينيك. تالت حاجه ازاي هنمسك الدبوس بمنتهى البساطه. الدبوس بيتمسك من النص. يعني ايه هنطلب من النص؟ ركزوا بقى معايا. الدبوس اهو حوالي كل مجموعه لوحدها. شايفين؟ عمل حوالي كل الناس. عاوز الدبوس اهو. ماسكه من الميدل ولا لا؟ من انهي صاحب؟ طب والميدل فينجر. طب والانجل الحته الثاني ده على راس الدبوس. تعالوا بقى نقولها بقى للناس اللي هنا. هنوري كل مجموعه لوحدها. الدبوس انا ماسكه من النص ولا لا؟ طب النص اهو. ماسكه من انهي صابع؟ طب ومين ومين؟ طب والاندك الثاني على راس الدبوس. شايفين كده؟ تعالوا بقى نوريها للناس اللي ورا علشان كل واحد يبقى مقتنع. اهي ادي يا جماعه الدبوس اهو ماسكه منين؟ من النص. من انهي صابع؟ طب والميدل اهي المنطقه بتاع الدبوس. طب والاندك على الراس. شايفين الثاني على الراس. تاني الدبوس اهو ماسكه منين؟ من النص. طب يا دكتور عكس عيد من النص فرقت معانا في ايه؟ لا فرق. ليه بقى؟ بص تعالى لو انا ماسكه من فوق غمض عينيه. لو انا بقى ماسكه من فوق نزلت الدبوس على ايده بريشر قويه ولا لا؟ انا عايز العيان يا دوبك يحس بالسكت مش هموته بالسكت بس كده ما بتكلمش.
لازم يبقى المسك من النص. بصوا بقى انا هعمل ايه، انا هفردها على ايدي عشان ابين لكم مع اسلام لازم افرد ايده كده عارفين، وانا هشتغل. انا هوريكم اللي انا هعمله دلوقتي عشان كل الناس اللي قاعده تشوف. بص ده مين الفينجر، طب همسك الجبوت كده. بص انا هعملها على نفسي، همسك الجبوت من اول كده واقول له حاجه، هيقول لي ايه؟ اه ولا انا كده بختبر الميدل فينجر من فوق لتحت ولا لا. هو الميدل فينجر سبلاي بانهي برمتوم؟ في ناس بصيت لي وقلت ايه برمتوم يا جماعه؟ اريا اوف سكين سبلاي باي سنجل اوتيريو. يا جماعه في 8 يعني ايه في 8؟ النيرف سبلاي اللي رايح هنا في 8. السؤال اللي انتوا عايزين تفهموه عشان تطلعوا بالعمل الدنيا ما تتوهش، ايه فايده يعني مسكت الدبوس ومسيته على ليفل فينجر من فوق لتحت؟ لو العيان قال لي انا مش حاسس، يبقى في 8 عنده سليمه ولا مطلوعه؟ مطلوعه. هدف السكشن ايه؟ هدف السكشن تختبر الدرماتوم. يعني انا ليش بروح في كلاس وفاست واي وفاين وكلود؟ عايز اوصلك انا كدكتور مخ واعصاب ازاي اعرف انت سليم ولا مريض في الدبوس؟ حديد واشك صباعي وامشي من فوق لتحت. طب والرينج فينجر في كام؟ صح؟ دي لا كله 7 ولا نص؟ يا جماعه النص الفوقاني 7. طب والتحتاني؟ 8. نقول تاني الليتل فينجر في كام؟ 8. النص التحتاني بتاع الرينج، النص التحتاني في 8. طب والفوقاني؟ 7. طب والميدل؟ لا مع 7. طب والصمت والاندكس؟ 5 و6 او 6. في اي صعوبه في هعمل نفس الفكره. بصوا بقى دي اهي، تعالى بقى هنعمل بقى الصعوبه الاخيره. اول حاجه انا هشوفك لما تحس بالفكره قول ضمر عينك هيفرق ايديه. طبعا ممكن يفرق ايديه كده، انا هخليه يفرق ايديه كده عشان الناس تشوفه. مش هتعمل كده في الامتحان، ليه بتبقى كده؟ تمام العرض مش كده. انا عملت ليه كده عشان انت تشوف. بص بقى اعمل كده. اخد اه بابا خد وقت كده حاجه. خلصت الصبع ده؟ جم قالوا ايه ده عندنا في ايه؟ قالوا الصبع لازم تعمل له حاجه اسمها سيركم دكشن. يعني ايه؟ بص بقى الدبوس اهو وانا ماشيه على البالانس اللي فوق امرره حوالين البلد كاني بالدفوس على صباعه بلف صباعه خاتم. ايه؟ انا الدفوس اهو قلت له حاجه قال لي اه قبل ما انزل لتحت. ازاي يا جماعه قدام ورا في بالم ودورزا بنفس الشبكه دي اجي اعمل ايه بالدفوس في مكانه؟ الففه داير مجبور على البلد بسميها سيركم دكشن. السؤال المهم عملت كده ليه؟ وزن كده كل سنه بتكلم. قال لكم زمايلكم قالوا لي ايه؟ يا دكتور دي سي 8 قدام؟ قلت له اه. قال لي طب والظهر ده سي كام؟ قلت له 8 برضه. قال لي طب وليه؟ قلت له عايز اطمن على الدرماتوم ككل قدام وورا. انت معايا؟ احيانا جزء من الدرماتوم يبقى مقطوع. انا مش عايز اي حاجه تفوت مني، عايز اطمن على الدرماتوم كله. يعني هو هعمل نفس الكلام في الايد اليمين وبعد كده قارب. يعني ايه قارب؟ تعالى بقى انا عملت نفس الجول في الصوره دي. لا ما خلصش هنخلص الجول ده قارب. شايفين دي؟ ده اسمها يا جماعه دي السنه فلت بتعيد فينجر. يعني ايه فكره المقارنه؟ هقول له ايه بعد ما اخلص؟ حاسس بسكة الدبوس هنا زي هنا؟ انا بقارن حاجتين زي بعض ولا لا؟ دي السلة فلت اوف ذا ليجل فينجر الشمال، دي السلة فلت اوف ذا ليجل فينجر اليمين. انتوا معايا ولا لا؟ بقارن دي 8 دي بديل. دي نقط مهمة جدا بتتقال عندنا في الكتاب، لازم تقارن نقط متناظره. يعني متناظره؟ قصاد بعض. جايز هو ما ينفعش تقارن دي 8 بدي 6.
فهمنا؟ نقول له تاني. واحد نعمل ايه؟ اشرح التجربة بالعربي. اثنين غمض. ثلاثة يمسك الدبوس ازاي؟ من النص. بالاني طالع صم والميني. طب والاندنج على رأس الدبوس ونمشي من فوق لتحت. وانا بمشي اعمل ايه؟ في الكمبر ضغط. خلصت في ثمانية هنا. يبقى في سبعة وستة في الايد الشمال. والايد اليمين لوحدها. وبعد كده اعمل ايه؟ اقارب. في اي صعوبة؟ نيجي بقى للست الثاني عندنا. الست بتاع القطمة. حد معاه اي قطمة جنب بص بقى يجيب لك في الامتحان. بص بقى السؤال اللي جاي سؤال مستفز وممكن تضربوني بالكراسي بالسؤال دي. هيجيب لك قطمتين. قطمه كده وقطمه دي. قطمه كبيره وقطمه صغيره. ويحطها لك على السبوره. ايه مش على السبوره؟ حطها لك على الطرابيزه. ويقول لك تختار مين فيهم في تجربة الكرود سطر. ايه الكبيرة ولا الصغيرة؟ كبيرة. لا ما هو اللي هيقول كل حاجة يقول لي الكبيرة ولا الصغيرة؟ كبيرة. لا واحدة فيهم. يا الكبيرة يا الصغيرة. الإجابة الكبيرة إجابة خاطئة. الصغيرة تفتكروا ليه؟ هنمثلها دلوقتي. تعالى يا سلامتها. هنعمل ايه تجربة السطر؟ نفس قواعد يا جماعة البيت. يلا قوموا معايا. هصبر هقول له ايه؟ هلمسك بول لما تحس باللمسه قول لي فرحت لك. غمض عينك ادرك ايديك. طبعا مش هتفردها كده هتفردها عشان نفسك انت بس في الامتحان هنفرد كده. بصوا بقى لو حطيت دي كلها على ايد اسلام بنعمل اسلام تعالى حطيناها على ايد اسلام ايه اللي حصل دلوقتي؟ دخلت كامل المدوب اتعرضوا عليا دخلت كتير سبعة وثمانية كتب المدوم صح؟ أنا عايز في الديسك بتاعي أدخل بالمدوم واحد يبقى لازم الأداة بتاعتك محطوطة بطريقة معينة. يبقى لازم القطمة تبقى صغيرة. فاكتبوا قطمة صغيرة يا جماعة. ده مش سؤال. ده سؤال دكتورة شادية. دكتورة شادية سألت السؤال في السنة اللي فاتت. سأل السؤال ده لطالبه قالت لا قولي لي مواصفات القطنه. قالت لا ايه ده هو القطنه ليها مواصفات؟ وقال لي الاجابه على الرقم الاجابه عجبتني. ايه مواصفات القطنه؟ عايزه تفاصيل تكتبه بقى. سمول بيس اوف كوت. ليه سمول بيس؟ قالت لما انشغلت دي المدوم بكتير. طبعا الدكتوره يعني الثانية بتبقى عايزة إجابة معينة. ما بتحب كلمة ديرماتولوجي. بتحب حاجة خدتوها زمان. ريسبتيف فيلد. ريسبتيف فيلد يعني المجال اللي ريسبتيف. هتقولي ديرماتولوجي هتضحك. حضرتك عشان ريسبتيف فيلد. ما كتبتهاش كبيرة. طبعا هي دي الإجابة اللي هي عايزاها. في حاجة ثانية بقى تحبها قوي. الأسرة دي لازم تبقى هايفة ولا لا؟ يعني هاي يعني انا عندي قطه وبرمها هل هروح القطه؟ لا. ليه؟ لو برمت القطه هيبقى نزلتها على ايد العينات. ده صفاي ولا لا؟ انا كمان على صفاي ولا كرون؟ كرون. السيكشن اللي بعد الايد هنتكلم عن الفاي. بصوا بقى يبقى على ثاني كده الصار اللي هي عشان تبقى كلمه بلاقي اسمه F-A-U-F-F-O-S-L-O-P-Y-A-H-L-O-P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 
بصوا بقى هسألكم سؤال. انا جبت الاذنه الصغيره هقول لكم غلطه الطلبه ايه. بصوا بقى واحد جاب الاذنه على ايده وقال له بصوا لما تحس باللمسه قول لي وكلام غامض عليك ازاي. بصوا للناس بصوا للناس بصوا
عمل حركة غريبة مستفزة، عمل كأني حد بيزغزغك يا جماعه، مش لمسه على ايه عايزين الزغزغه، الزغزغه بتبقى حركه سريعه، الزغزغه دي ليها اسم في الكتاب، تيك لينك، سمعتوا عنها ولا لا؟ تيك لينك، تيك لينك سنسيشن. بصوا بقى الحوار اللي دار بين الدكتور وبين الولد، فاكر بالظبط ان انا ثلاث دقايق وخلص. الحوار اللي دار كان ايه؟ قالت له ان انت عملته غلط، وده اول حاجه. قالت له ايه اللي انت بتعمله؟ قال لا حضرتك انا بعمل تاتش. قالت له لا ده مش قال لها امال ايه؟ قالت له ده تيكلينج سنسيشن. طبعا اللي بيسال السؤال ده واحد مدبر، في الناس اللي مصعبين كذا سنه. قال لها ايه؟ تيكلينج، ايه هو التيكلينج؟ قالت له ده احساس ثاني خالص. قالت له انت عارف ان التيكلينج بيتنقل في باس وين؟ عارفين تراك غير التراك اللي بينقل الكروت طرد؟ قال لا لا، حد اسال لي الكلام ده. قالت له يعني ايه تراك؟ قال لها ما اعرفش يعني ايه تراك، انا كتاب حضرتك اتكلمت ومستني اشوف يعني ايه تراك. فالفكره اللي عايزكم تعرفوها دي كلماتيك تراك اسمه فاينو ثلاثة، سيبوا الاجابه. تيكلين ماشي في تراك اسمه سباينو ثلاثة. اني سباينو ثلاثة؟ سمعتوا عن فنترال فاين ثلاثة؟ اه. اكتبوا فنترال، ماشي في الفنترال، ده احسان التيكلي. هما يا دكتور الاحساس الطاش ده اللي انا هعمله على احمد او اسلام، الاحساس ده اساسا ماشي في انهي تراك؟ دورزال كولن، دورزال كولن زائد فنترال فاين ثلاثة. يعني الاحساس اللي هعمله دلوقتي على اسلام ماشي في كام تراك؟ سكتين، سكه اسمها فاين ثلاثة وسكه ثانيه اسمها دورزال كولن. انت لما تلخبط انت اختبرت باسوين غير اللي انا عايزاه. هنا دي الفكره، اوعى تحرك القطنة بسرعه، الحركه دي غلط. في بقى اخر حاجه هقولها، لازم ما تنساش الدورزة مبنيه. ليه؟ ايه الفرق بين البالم عندي وبين الدورزة؟ يا جماعه هنا في هير وهنا لا. طب ايه علاقه الكلام ده بالسطر؟ لو انا لمستك بقطنه في مكان فيه هير، احساس اللمسه يبقى اسرع ولا اسرع؟ اسرع، لان فيها هير فوليكل. طب هنا لازم عشان احس باللمسه لازم الدكتور يضغط في القطنه شويه، اه ولا لا؟ يبقى لازم بقى في تجربه السطر حاجتين مهمين. اول حاجه ما تحركش القطنة بسرعة لأنك هتختبر تنسيق تاني. الحاجة الثانية المهمة، لازم ما تنساش تمرر القطنة على الهيري إيه، وده نهاية سكشن بتاعك. حد عنده أي أسئلة؟ مع أي حاجة كده احنا خلصنا. الأسبوع اللي جاي بعد العيد هتكملوا الفاين سنسيشن.